الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فليس الإيمان بالتمني، إنما هو اعتقاد صحيح وعمل. يقول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، الآية. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني. وهنا الآية تقول: ليس حقيقة الإيمان بأن يتمنى الإنسان دخول الجنة وأن يتصور ويحلم أن عمله صحيح سيدخله الجنة، إنما الله تبارك وتعالى وضع الثواب والعقاب على العمل، ودخول الجنة والظفر بها وبمراتبها العلية يعتمد على الإيمان الصحيح الذي ينتج عنه عمل صالح، أي موافق لشرع الله. فالقضية ليست من اتخذ من دون الله إلها كاليهود الذين قالوا عزير بن الله من أهل الكتاب، أن عزير مخلصهم، وغيرهم كمان يقول أن مخلصهم فلان. لا، ليس هذا التمني ينفعهم. البعض المسلمين مثلا يخالفون أمر الله في الأساسيات فيخرجون عن دين الله ويرتدون عن دينهم، ويظنون أنهم يحسنون صنعا ويتمنون أن يدخلوا الجنة. لا، ليس الإيمان بالتمني، إنما بمن يعمل السوء سوف يحاسب عليه. من يعمل سوءا يجزى به، سيجازيه الله على سوءه وعلى عمله السيء، سواء كان من الكبائر أو من الصغائر. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لا ينصره أحد من عذاب الله ولا مخلص له. الله تبارك وتعالى يبين لنا ذلك لأننا في الحياة الدنيا وبتعامل البشر مع بعضهم في العلاقات الاجتماعية اعتادوا أن من يعرف فلان ويعرف فلان وكذا يمشي له أموره، إن كان ذا نفوذ أو كان هناك. في الآخرة لا يستطيع أحد أن ينقذ أحدا من عذاب الله، لا ينقذه إلا أن يعمل الصالحات، ولا ينصره أحد من الله تبارك وتعالى إذا حقت عليه كلمة العذاب. فليحاول كل إنسان إذا كان عاقلا أن يجتنب السوء وأن يطيع الله ويتحرر من العبودية للمخلوق. ولذلك جاءت الآية التالية، يقول الله تبارك وتعالى فيها: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن الأنثى والذكر متساوون عند الله تبارك وتعالى، ولكن ليس كما يظن بعض الناس ممن يقلد الكفار خارج البلاد الإسلامية فيزعمون أن المرأة ينبغي أن تساوي الرجل في الفساد والرزيلة. لا، الفساد والرزيلة محرم على الرجال والنساء، إنما الجميع يستقيمون على أمر الله ويتحررون من العبودية لغير الله. فإذا كان عملهم صالح ذكرا كان أحدهم أو أنثى، فإن الله لا يضيع أجره إذا كان عمله يرتكز على الإيمان الصحيح وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يدخلهم الله الجنة بأعمالهم ولا يظلمهم أدنى ظلم، لا ينقص من حقوقهم التي عملوها بالصالحات وأدنى شيء، حتى ولو كان بمقدار النقرة. النقرة هي النقطة في ظهر النواة، هذه النقطة الصغيرة ما أصغرها لا يمكن أن يظلمهم الله سبحانه وتعالى بقدر هذه النقرة، ولا يظلمون نقيرا. ثم يبين الله سبحانه وتعالى الدين الحسن، الدين الصحيح. قد يتفوه بعض الناس أن الإيمان بالقلب، فهل يحتاج للصلاة؟ لا، ما هو شيء بالصلاة، ما هو شيء بكذا، إيمانه بقلبه.
يكون عمله مخالفا لأمر الله. وبعض الناس يقول مثلا أنه هو لا ديني، متحرر من الأديان كلها. ليس هذا صحيحا، ما في أحد يستطيع أن يتحرر من دين. كل مخلوق في الكون له دين، إما أن يكون دين الحق الذي أثبته الله وأيده بالمعجزات على نبي هو آخر الأنبياء، أو يكون على دين آخر من الأديان السابقة التي نسخها الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو إذا لم يكن من هذه الأديان فيكون على دين آخر ودين الشيطان، دين مصنوع صنعه إنسان يطيعه هذا الرجل أو المرأة، أو صنعه هو من أهوائه وشهواته واتبعه، فهو هدفه في الحياة تحقيق أهوائه وشهواته، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هو. إذا ما في إنسان في الوجود ليس دين له دين، إلا المجنون الذي لا يفقه لماذا يعمل هذا العمل، لماذا يسلك هذا السلوك، لماذا يقول هذا القول. إذا كان مجنون ما في عقل ممكن أن نقول هذا ليس له دين، أما إذا كان يعتبر نفسه له عقل فهو له دين. ولذلك أنبه هنا إلى ناحية، وهي أن اليهود عندما كانوا محتقرين في العالم الغربي وكانوا مذلولين وكانوا مضطهدين، خرجوا على الناس باللادينية التي يسمونها العلمانية. لماذا؟ من أجل يقولوا أن هذه الأديان تسبب مشاكل، فما لنا وما للأديان، نعيش مع بعضنا ويتركون الأديان. فترك غيرهم دينه، واليهود لم يتركوا دينهم، بدليل أنهم في العصر الحالي أسسوا في فلسطين دولة يهودية ويصرون على يهوديتها. والعالم النصراني أين دينه؟ أين الديانة المسيحية؟ أين ذهبت؟ زعماؤهم أكثرهم أصبحوا من ما يسمون بالصهيونية الصهاينة الذين يسيرون في ركاب اليهود. ولذلك أيها الإخوة، الدعوة إلى اللادينية ليست دعوة حق وليست قول حق إذا عرفنا أصولها وأسبابها، وما معنى أن إنسان لا دين له. له دين ولكن ليس له دين من الأديان السماوية المحرفة أو الحق، هذا معنى لا دين له. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يجمع الأديان كلها، سواء كانت قديمة أهل الكتاب أو الأديان، ديان الشيطان، عباد الأصنام كذا إلى آخر، عباد البقر، كل الأديان، كل الاتجاهات في العالم والسلوك هي أديان. أيها يكون في مرتبة الحسن، ودين من يكون الحق؟ يقول ربنا في الآية الأخيرة: ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي انقاد، هذا معنى الإسلام. هو سيدنا إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. أسلم وجهه لله أي انقاد لأمر الله تبارك وتعالى، وبالتالي تحرر عن العبودية لغير الله، وهو محسن أي مخلص. إذن هناك العبادة المقبولة والدين الصحيح فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون عمله موافقا لما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني استسلم لأمر الله الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول شرط. الشرط الثاني وهو محسن أي مخلصا لله، يعني يعمل هذا العمل طاعة لله ولا يعمله لمصلحة أخرى، أو طاعة ليهودي، أو طاعة لكافر، أو طاعة للحاكم، أو طاعة لمصلحة، لا. إذن أن يكون العمل موافقا للشرع لما أنزله الله. الشرط الثاني أن يكون مخلصا وهو محسن، أن يكون مخلصا يعمله لله. فالذي يدخل المسجد ليصلي رياء حتى يراه المسلمون أنه يصلي، سواء كان حاكم أو محكوم، دخل يصلي حتى يشوفوه عم يصلي وظنوا أنه من المصلين المسلمين، فهذا ليس من المؤمنين، ولا صلاته هذه ليست صلاة لله فلا تقبل. من صام رمضان من أجل أن يخفف وزنه لا طاعة لله ولا من أجل التقرب عند الله، فهذا لا أجر له عند الله، لأنه لم يعمل العمل مخلصا لله. أما إذا صام مخلصا لله قد يستفيد من فوائد الصيام الصحية ويستفيد الأجر عند الله، ولكن ليس هدفه الأساسي هو تنحيف الجسم أو الرجيم كما يقولون. فالعمل إذن ينبغي أن يكون مطابقا للشرع، ويكون صاحبه وعامله مخلصا لله تبارك وتعالى، لا يفعل ذلك ابتغاء مرضاتي أو ابتغاء وجه أمر آخر من البشر أو من النفس الأمارة بالسوء أو غيرها. ولذلك قال الله تعالى في آخر الآية: واتبع ملة إبراهيم،
ما هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هي طاعة الله وحده وترك والميل عن كل أديان الباطل، عن الشرك، وترك كل أديان الشرك، أن يطيع الله وحده ولا يطيع معه سواه. هذه ملة إبراهيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى في خاتمة الآية: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي صفيا أحبه الله. والمهم أيها المؤمن أن تكون محبوبا لله يرضى عنك الله، وليس المهم أن تدعي حب الله. من يدعي حبا لليلى وليلى لا تقر لهم بوصلي. فالمؤمن أن هدفه مرضاة الله وأن يحب الله، ولذلك يحبه الله لأنه يطيع الله بإخلاص ولا يطيعه لمصلحة أخرى. والحمد لله رب العالمين.